الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو، لا اله الا هو يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون